استهل المنتخب الوطني للأول لكرة القدم مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بتحقيق انتصار كبير على ضيفه منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى للتصفيات. الفوز العريض منح منتخب مصر أول 3 نقاط في مشواره بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026 ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات بوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون وغينيا وبيساو.